يقول المغني الأمريكي سنوب دوغ في إحدى أغانيها: أنت لا تعلم إلى أين أنت ذاهب إلا إذا كنت تعرف من أين أتيت. هكذا هو الحال مع الدولية الجزائرية ريان أيت نوري الذي يعيش توهجه الكروي مع فريقه الإنجليزي وولفرهامبتون. ريان قام بلفتة جميلة تجاه أطفال فريقه الذي بدأ فيها مداعبة الكرة. تابع معنا القصة. تنقل فريق الجمعية الرياضية فال دو فونتيني لتحت سن 7 سنوات من فرنسا إلى إنجلترا من أجل القيام بجولة تكوينية تتخللها عدة نشاطات رياضية. ولعل الحدث الأكبر بالنسبة لهؤلاء الأطفال هو المفاجأة التي قام بها ابن فريقهم ريان أيت نوري. بدأ الأطفال جولتهم في ملعب مولينو، وعندما دخلوا غرفة تبديل الملابس كان ريان أيت نوري هناك ليلقي عليهم التحية. تفاعل الأطفال معه بكل عفوية واندفاع، وبعضهم رأى وكأن اللاعب الجزائري قادم من مستقبلهم، كيف لا وهو الذي تكون وترعرع في فريقهم منذ 2009 إلى غاية 2012. بكل تواضع وحماس استرجع ريان ذكرياته معهم وأخذهم في جولة ليعرفهم على أرجاء الملعب وليمرر لهم رسائل تحفيزية تبعث فيهم روح الجدية والمثابرة لبلوغ حلم الدوري الإنجليزي الذي يراود كل أطفال الأكاديميات الفرنسية.